على ذكر الكابتن محمود الخطيب واللي يشوف من الغربال النموذج اللي قاله المهندس عدلي، استوقفتني كلمات للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ياسر رزق في مقالته بجريدة الأخبار. قال الأستاذ ياسر رزق: أعتز كثيرا بصداقة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعظم وأحرف من لمس الكرة في التاريخ الكروي المصري، وأشعر كلما حادثته بأن قيمة أي ناد لا تنفصل عن مكانة من يتولى أمره، وأسعد كعضو في النادي الأهلي بالرؤية التي يمتلكها الكابتن بيبو لتطوير النادي والنهوض به ليحتل مكانته العالمية كناد وليس مجرد فريق كرة القدم بين أكبر أندية العالم. أكاد أنجرف ده ياسر رزق، أكاد أنجرف لتشجيع الأهلي بسببه، لكني حتى الآن ما زلت أستعيذ بالله من وساوس الشياطين الحمر عندي في المنزل. ياسر رزق أحد القيادات الصحفية المرموقة، وهو إسماعيلاوي زملكاوي، ولكن أهل بيته بداية من زوجته وأولاده أهلاوي. أستاذ أمان درغام زوجته الكاتبة الصحفية المبدعة. فهو يعني برضو شوف، لما إنسان يعني ما يخليش انتمائه زي غيره يخبي عنه الحقائق ويخليه صاحب رسالة، ما هي كل كلمة طيبة هي رسالة. بمثل هؤلاء الذين يرون من الغربال وغير الغربال تنصلح الأمور، وبمثل هذه القيم الرياضية تنصلح الرياضة. لأنه لما ياسر رزق يقول لك كابتن محمود الخطيب يكاد يجرفني إلى الأهلي، ولما يقول لك أنا كلما استمعت إليه أو تحدثت إليه اطمئنت أكتر على هذه الرؤية لتطوير النادي الأهلي ليصل إلى العالمية، ده نموذج الخطيب إداريا يا باشمهندس. طبعا هو شوف الكابتن الخطيب يعني طالته الكثير من الناس اللي حاولت تلط فيه وتشكك في قدراته الإدارية، ولكن ما في يوم تقريبا، ما فيش أسبوع من لحظة ما جه ما كانش فيه حدث ينصفه، وما كانش فيه قلم يديله حقه، وما كانش فيه شهادة تأتي سواء إقليمية، سيبك من المحلية، إقليمية ودولية، ما بتحطش الرجل ده كأحد القيادات الأهلوية الصالحة الناجحة التي تحمل المشعل. بيفكرني بدورات الأولمبية تتابع لحد ما واحد الشعلة لواحد غيره. مسيرة ناجحة لقيادات الأهلي، والآن مع الكابتن الخطيب يستمر إلى أن يجد من يسلمها إليه.